علا الفارس نشرت فيديو من استوديو في القاهرة وهي بتسجل الأداء الصوتي لعمل فني قالت إنه هيتعرض في أكتوبر. كمان حمد أشكناني، يوسف البلوشي، علي كاكولي اجتمعوا في مصر في ورشة عمل لتحضير لفيلم سينمائي، ونشر أشكناني صورة مع أصدقاء العمل. حاتم عمور احتفل مع جمهوره بعيد ميلاده، وأكتر حاجة أسعدته من معايدات الفانز التصميم ده اللي قارن بينه وبين مايكل جاكسون. وكمان باسل خياط شكر كل اللي عايد عليه وكتب قلبي لا يتحمل شكرا مع ان كبرنا سنه.